الكمبيوتر الاختراع اللي غير وجه الكون في العشرين ثلاثين سنة الأخيرة، يا ترى كانت البشرية تقدر تعيش بدون كمبيوتر؟ أو نقدر نتخيل أن العالم النهاردة سنة 2019 شهر يوليو يقدر يعيش بدون كمبيوتر؟ خليك معايا لورد وأنا أحكي لك تاريخ الكمبيوتر. كلمة كمبيوتر بتعود لكلمة لاتينية كان بيستخدمها الرومان في القرن الميلادي الأول الميلادي. الكلمة تعود إلى الكلمة اللاتينية اسمها كومبوتاري. كومبوتاري استخدمها الرومان معنى يحسب. والكلمة معظم مجامع اللغة العربية قامت بتعريب الكلمة إلا كلمة الحاسب الآلي أو الحاسوب الآلي. لكن كلمة كمبيوتر الإنجليزية فرضت نفسها عبر الوقت واستخدمت حتى النهاردة. محدش بيقول لحد لو سمحت ممكن أخد أعمل حاجة على الحاسب الآلي أو الحاسوب الآلي، بيقول الكمبيوتر. الكلمة فرضت نفسها في كل اللغات الحية. الكمبيوتر ما ظهرش فجأة، يعني ما نقدرش نقول إن الكمبيوتر ده اختراع ظهر فجأة، إنما هو جه نتيجة تراكم معرفي هائل وشاق ومعقد وطويل في مجال الرياضيات والهندسة والحساب. الإغريق في القرن الثاني قبل الميلاد اخترعوا آلة حساب لقياس الأبعاد الفلكية. بعدها تطور الموضوع وتم اختراع آلة الأسترلاب في العصر الهيلينستي. أسترو يعني نجم باليوناني، واليونانيين برضو استخدموها كحاسب فلكي. وعلى فكرة المسلمين ساهموا في تطور الموضوع بشكل كبير، زي البيروني وزي الخوارزمي وزي الجزاري. الخوارزمي اللورد هنرجع له في حلقات جاية، وهو لعب دور جامد جدا لأنه وضع الصفر على يمين الأحداث. لازم نذكر مساهمات الهنود في علوم الرياضيات. الهنود عملوا دور جامد جدا في علوم الرياضيات وعلوم الحساب. وفي راجل عالم مهم جدا هندي اسمه براهما جوبتا، ده في القرن السادس 628 ميلادي اكتشف، هو الراجل الوحيد اللي اكتشف مفهوم الصفر. العرب جم وترجموا كتابه في القرن التاسع الميلادي، وكان دور الصفر جوهري في هذا الموضوع. أول استخدام لكلمة كمبيوتر كان في عام 1613 في إنجلترا، وكان مستعمل فقط للعمليات الحسابية. راجل مهم اسمه تشارلز بابيتش، ده راجل مهم جدا بيسموه أبو الكمبيوتر. اتولد سنة 1791 وتوفى سنة 1871، وده كان عالم رياضيات بريطاني كبير ويسموه أبو الكمبيوتر. وهو أول واحد أطلق كلمة كمبيوتر على من أي إنسان بيدخل المعلومات والبيانات إلى الآلة الحاسبة نفسها. في نفس الوقت كان معاه عالمة رياضيات أخرى اشتغلوا هما الاثنين بعد كده مع بعض اسمها لافليس. دي اتولدت سنة 1815 وبتوفت سنة 1852، ودي كانت عالمة بريطانية مرموقة جدا، وكانت ابنة الشاعر البريطاني الأشهر على الإطلاق اللورد بايرون. ومين ما يعرفش اللورد بايرون؟ لكن هي كانت رائدة، نقدر نقول أول مبرمجة حقيقية للكمبيوتر، إن صح لنا إن احنا نستخدم هذا التعبير. لافليس وبابيتش هما بصراحة الاثنين دول حطوا تقدر تقول البيزكس بتاع الكمبيوتر الجديد. شوف بقى ازاي اتطور بعدها.